أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. يتحدث عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول استمرار محاولات الساسة في العراق وقادة الأحزاب استغلال كل المناسبات للظهور بأنهم قريبون من الشعب العراقي وللترويج لأنفسهم على الرغم من كل المآسي التي مرت بالعراق على مدى نحو 20 عاما، كما قال عراقيون بأن هؤلاء الساسة يستأجرون من يؤيدهم ويمدحهم بالكلام. ومن هؤلاء الساسة وقادة الأحزاب عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة أحد أركان الإطار التنسيقي الذي يضم أغلب الأحزاب الفاسدة والمتهمة من قبل العراقيين بالسرقة وقتل الشعب العراقي، حيث تداول عراقيون مقطعا لعمار الحكيم وهو يقدم الشاي لزوار الإمام الحسين عليه السلام مستغلا هذه المناسبة وعواطف الناس. دعونا في البداية نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. هذا جا محمد حامي الدين، ألف تنعام ذولا، هذول المجاهدين، ذولا المجاهدين، ذولا ضد الدواعش، نصر نصر إن شاء الله، ابن سيد محسن الحكيم يصب لنا شاي، شوف النصر، هذا شاي من السادة، شوف السادة شلون متواضع، متواضعين بحق محمد وآل محمد. طبعا وصفها عراقيون بالتمثيليات. عراقيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي قالوا بأن العراقيين لم تعد تنطلي عليهم مثل هذه التمثيليات القديمة كما وصفوها والتي يقوم بها عمار الحكيم وعبد المهدي وغيرهم حتى أصبحوا سبة في كل محفل ومناسبة. وما لبث موكب عمار الحكيم يمضي عليه دقائق حتى رجم بالحجارة من قبل زوار الإمام الحسين عليه السلام في طريق مدينة كربلاء. دعونا نتابع هذه الصور. ماذا قال العراقيون حول هذا الموضوع؟ دعونا نتابع بعض التعليقات على منصة فيسبوك. كانت التعليقات كثيرة وغزيرة، اخترنا لكم بعضا من هذه التعليقات. فاضل الحمداني يقول زين يسوون حتى يعرف قدره شنو هذول السراق العراق وقتلت الفقراء، يقول اشترى الجادرية ونصف النجف وتجاوزوا على ممتلكات الناس، يقول الله لا يوفقهم بحق مصاب الحسين عليه السلام. صادق السعيدي يقول الحسين عليه السلام ما يقبل على الباع وطنه للشرق والغرب، وسرقوا حقوق الفقراء والأيتام وسرقوا خيرات الشعب، واللي دافع عنهم اللي سرقوا خيرات هذا البلد والله ما يتوفق والله يحشر معهم. سيد عادل الموسوي يقول الحسين عليه السلام بريء منه ومن كل سياسي للعراق ولله مستحق، الآن ما خلوا قيمة لأنفسهم. تعليق آخر من صادق محمد الحجامي يقول نعم هذا مصير كل من خذل العراق وأهله، يقول مصيره الرجم والحجارة، لا مكان للصوص فيما بيننا، يقول إن دل على شيء إنما يدل على رفض الشعب له ولسياسته الولائية لغير العراق. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، يعني شاهدنا مقطع لعمار الحكيم انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأثار استهجان العراقيين وقالوا بأن هذه التمثيليات القديمة لم تعد تنطلي على العراقيين، وبعد ذلك يعني الحشود والزوار الإمام الحسين عليه السلام قاموا برمي موكبه بالحجارة.
إلى متى يبقى هؤلاء يمثلون على العراقيين كما يقول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي؟ مرحبا بك. حياك الله مستمع، حياك الله استاذ عمر المحترم، وحيا الله قناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حياك الله يا هلا بك. يا اهلا وسهلا استاذ عمر. احنا نعرف، كل العراقيين يعرف انه انصار عمار الحكيم وبعض الرجال الدين اللي موجودين عندنا بالعراق من 2003 لحد الان، نعرف انه جماعه عمار حكيم وجماعه انه كل هاي الناس اللي من تصير عندهم يعني نعم. تظاهرات او خطابات من يعلنوها في مكاناتهم اللي موجوده ببغداد، اللي كل الناس يعطوهم لهم 25 الف دينار يجون على مبالغ او وجبه طعام، ناس يعني مندسين، ناس مدفوعين الثمن، يطالبون بانه كثره الشعب مع وجود هذه زعماء الميليشيات اللي يكونون لهم مكان بالعراق. فذول الناس اللي كلهم اللي موجود من قادة الأحزاب والميليشيات يعرفون الشعب العراقي ما يريدهم، بس هم يحاولون على بعض الأنفس اللي قشمروهم مع احتراماتي للشعب العراقي بمبالغ مالية ووجبة طعام، انه هذه الامور انه الشعب يعرفهم ما لهم اي يعني ناس وما عندهم اي شعبية امام الشعب العراقي، فهذا من قاعد يوزع الشاي او يوزع الطعام هذا دلالة على ضعف قيمته وضعف شخصيته وضعف انه الشعبية اللي عنده ما موجودة اهم الشعب العراقي، فهذه مهزلة تعتبر لنفسه ولأتباعه، لان هاي الامور لو كان الى شعبية لو كان الى حب العراق لكان انه يعني يبين بغير صورة، يبين غير اهمية، يبين انه الشعب انه يناصرهم، انه يوافق مثل ما يقولون كل ما يطلعون به من تظاهرات الشعب يكون وياهم، لكن هم ناس مدفوعين الشعب. يعني اغلب التعليقات على هذا المقطع ابو عمر، اغلب التعليقات على هذا المقطع تتهم عمار الحكيم وبقيه الساسه بانهم سرقوا العراق، دمروا العراق، وبان هذه تمثيليات لم تعد تنطلي على العراقيين. يعني هم كسياسيين ما عرفوا وين وصل حالهم، وين وصلت القاعدة الشعبية مالتهم، شي ينتظرون يعني متمسكين بالسلطة ومتمسكين بهذه الأدوار. يعني أوكي أنت اليوم مثلا تسوي اجتماع أو تسوي مؤتمر وتجيب ربعك وتعطيهم فلوس ووجبات طعام ممكن يجون، لكن الشعب بمجمله رافضهم. هم مدى يوصلون إلى هذه القناعة بأنهم قد يعني انتهوا، يعني خلاص الشعب بعد ما يريدكم بعد 20 سنة؟ برأيك شو يفكرون؟ أستاذ، هو مع احتراماتي للسامعين واحترام خلافهم، هو اللي ما عنده ضمير واللي ما عنده غير على بلده، إيش تترجى من هيك ناس، من هيك ناس خونة من يقولون بهالصورة هذه، يعرفون هم الشعب العراقي ما رايدهم وكلهم رافضهم، ودلالة على الانتخابات اللي صارت اللي قبل فترة، يعني اكثر من 85% الشعب قطعهم ورفضهم. نعم. بس هذول عديمين الضمير، عديمين الغيره، اللي باقين على السلطه، اللي يتامنون هم فيما بيناتهم، فيما بين الاحزاب، فيما الحمايات اللي موجوده عندهم، بانه يكونون يعني نقدر نقول غصبا ما على الشعب العراقي بانه يتحمله، فالشعب العراقي ما يتحمل هيك نماذج وهيك عدالات اللي جو من 2003 ولحد الان، هاي الشعبيه اللي عندهم، هاي العمايم اللي عندهم هي رفضت اساسا من الشعب العراقي، والشعب العراقي الان انه منتظر ثوره انه تسحق هاي العملاء وهاي العمايم الزايفه المزيفه اللي هم باسم الدين وباسم حب آل البيت انه يحاولون يقدمون للشعب العراقي فصوره جيده. الحسين ما يحبهم، الحسين ما يريد هيك ناس نماذج باقه العراق وسرقه اموال العراق ودمرت العراق. الحسين طلع من وراء الظلم، من وراء الفساد اللي كان اللي عايش في ذاك الوقت قبل 1500 سنه. الحسين طلع من اجل ثوره، من اجل حب الوطن، حب الشعب، حب المبدا، حب الغيره، حب الكرامه، حب الولاء، كل هذه طلع. هذول لا حب الوطن، لا حب الولاء، لا حب هم بس حب المال وحب القياده وحب المناصب اللي عندهم، فهذول مرفوضين اصلا من آل البيت ومن يتبعون هم آل البيت، لانه آل البيت هم ما يتبعون هيك ناس عتاله وهيك ناس انه
باسم الحسين يتاجون باسم الحسين بدماء الحسين بكل آل البيت يعني يتاجون بساميهم. فالعراق أيضا هم الشعب العراقي رافض هذه الحبال، هم يقشمرون على نفسهم ويقشمرون على أنه ما يكون في ما بيناتهم أنه الشعب العراقي يريدهم. فإن شاء الله ثورة تشرين والشعب العراقي 11 إن شاء الله سوف تسحق هذه الأحزاب وهاي العمايم الزفرة اللي دمرت العراق من 2003 ولحد الآن. نعم أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا مع ما تشهده الحدود العراقية من انفلات غير طبيعي لا سيما على الحدود مع إيران، حيث دخل الآلاف دون تأشيرة ودون تدقيق أمني، وبالتزامن مع زيارة وزير الداخلية الإيراني قبل أيام بحجة متابعة أمور الزائرين الإيرانيين، فقد أظهرت مقاطع مصورة لجانب من مشاركة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني في المواكب الحسينية في محافظة كربلاء. دعونا نتابع هذه الصور. طبعا يعني تساءل عراقيون عن زيارة قآني، هل هي تأتي بمناسبة الأربعينية أم لأسباب متعلقة بالأوضاع السياسية والحديث عن تشكيل حكومة من قبل الإطار التنسيقي الموالي لإيران؟ ومنهم من علق وقال حول هذه الصور، دعونا نتابع بعض تفاعل الجمهور العراقي. أدهم يقول طبعا دخل هو وجيش الحرس الثوري بحجة زيارة، يقول الله يستر. رياض المحمداوي يقول في الأمس يقتل أحباب الحسين عليه السلام واليوم يخدعون أنفسهم وسذجهم على أنهم حسينيون، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. معصومة بياتي تقول يعني شنو قائد عسكري يتجول عندنا، تقول يا دولة تقبل ماكو بس العراق لا حساب ولا عقاب، تيها يا عربنا وانتم تقولون زوار الحسين. بس هذا مو زاير عادي، لا لازم اكو حدود. حسين عليه السلام يقول انهم لا ينظرون للعراق كبلد مستقل وله هيبته، انهم ينظرون على انه محافظة إيرانية. نعم نعم. معنا اتصال ابو علي من لندن. ابو علي، ماذا تعني زيارة اسماعيل قآني إلى العراق؟ هل هي زيارة بمناسبة الأربعينية أم لها أبعاد أخرى والحديث عن تشكيل حكومة وإحنا عندنا 11 وهناك تحضيرات أمنية تخوفا من إحياء ذكرى ثورة تشرين الثالثة؟ تفضل أبو علي، مرحبا بك. يا الله سلام عليك. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك، حياكم الله. زيارة قآني هذا الإرهابي يعني اتفاقا مع الإطار الإيراني لتشكيل الحكومة، وإلا براء منهم الحسين. يعني الحسين بوادي وهم بوادي، دول اللصوص مجرمين قتلة إرهابيين. وينكم وين الحسين؟ هو الحسين عليه السلام هو طلع للإصلاح، يعني طلع عليكم، طلع عليكم أنتم مجرمين قتلة، طلع عليكم. وأنا شفت هذا عمار الحكيم طالع مشاية، ما أدري رايح كربلاء يوزع شاي. ايه. يوزع شاي، وذاك الثاني القاتل المجرم هذه الزوية يمشي بدجداشة. بابا هاي صارت قديمة السالفة. نعم هذه يعني أنتوا خلص أوراقكم انتهت. هذه الأمور بعد ما تنطلي على العقلاء الشيعة، طبعا الشيعة عندهم عقلاء. نعم. هذه أمور تنطلي على ميليشياتكم وعصاباتكم.
طب انت وين والحسين وين؟ انتوا ناس مجرمين، قتل انت بكتو ثلاث ارباع العراق، ثلاث ارباع العراق. الحسين براء منكم. اني ابو علي النجفي اقول لك يا عمار الحكيم ويا عادل عبد المهدي، الحسين براء منكم وبراء من افعالكم واجرامكم وارهابكم. وطبعا حتى هذا نور المالكي وهذا العامري دولة هاو تيس الخزعلي دولة هم قاعدين مجلس، على فكرة هم قاعدين مجلس وساجي لطمون ساري. ما أعرف هذا العراق بل شهرين يعني فوضى عارمة فوضى عارمة. أنا أردت أسأل دولة الشيعة اللي سادين الشوارع وقالبين الدنيا والموظفين تاركين وظائفهم وجاخذوا الرواتب طبعا، زين، والمستشفيات دول السسترات والدكاتره وجاي يمشون، زين انتوا المن تمشون؟ ما جاي افتهم، زين هذا انت جاي تمشي وتارك وظيفتك، زين هذا مو حرام؟ انت هذا الحسين يرضى عليه؟ بعدين انا اسال دول الشيعه، ها؟ علي ابن الحسين، ابن الحسين، عمي مشى للحسين، الباقر مشى للحسين، جعفر الصادق مشى للحسين، انتوا هاي البدعه مال كرب مال الاربعينيه من جبتونا يا عمي؟ انا ابن النجف احكي وياكم، هاي بدعه الاربعينيه من جبتونا اياها؟ بعدين اكو بلد بالعالم يطبون ناس استاذ عمر، مو بس تاشيره ماكو، عم الايرانيين حتى اوراق بعدهم اوراق نعم اوراق ما يحملون بدون حتى هناك، يعني لديه جوازات منتهيه الصلاحية. أخي منتهية وأوراق ما عندهم، وهاي وطبعا المخدرات والحشيشة يعني فتحات. زين نرجع على نرجع على موضوع قاني، يعني هل هي زيارة طبيعية في هذه الأيام أم يعني تشير مثل ما قال العراقيون بأنها جاءت يعني لإرسال رسائل للخصوم، خاصة جاءت مع أو بعد زيارة وزير الداخلية الإيراني وكذلك الحديث عن دخول عناصر من الحرس الثوري الإيراني وتشكيل الحكومة، يعني الإطار مصمم على تشكيل حكومة بعد الزيارة الأربعينية، هل هي زيارة طبيعية برأيك أم أن لها دلالات أخرى؟ والله أستاذ عمر يعني نعم. صراحة أقول لك هذول الأقاني وزير الداخلية وغيرهم الإيرانيين يطبون ويطلعون قام يستهزئون بالشعب العراقي عمي، لأن يشوفون هذا الشعب ساكت، ما في شعب عمي يرضى بالاحتلال، زين هذا الشعب ساكت عمي، ايش ما نسوي له ساكت. هسه الله وكيلك حتى لو الدبابات الايرانيه والحرس اللاثوري الايراني يفتر ببغداد الشعب ما يقوم عمي، ما يقوم. بس طلع الشعب ابو علي طلع بثوره تشرين وشفنا هتافاته وشفنا شلون انقتل. نعم اخي استاذ محمد استاذ عمر، ماكو ثوره سلميه بالعالم، اقرا تاريخ الثورات عمي، تطلع لي تفق لي ساعتين وترجع باقي كل شيء عمي، ذولا ميليشيات ذولا عصابات، اذا ما يصير دم تضحية الشعب لازم يضحى بوطنه والا ذولا يحكمونه ألف سنة ألف سنة يحكمونه. ضحى الشعب ابو علي، ضحى الشعب. واني اشكرك ابو علي من لندن كان معنا ام محمد من كربلاء، تفضلي ام محمد. الو تفضلي ام محمد، اهلا وسهلا بك. الو احكي ويا استاذ محمد لو ويا؟ لا انت وياي دعا تحكين على الهواء مباشره. اي احكي وياك، اقول لك انا عندي متابعه 86 87 اخوتي واحد كتيو تبع ايرانيه، وعندي عندي الملفات بوزاره الداخليه وقابلت الوزير. نعم. متابعه عندي اكو و 87 على راس السنه مال اخوي اسماعيل نبراح اخوي محمد ناقد ادب صحفي اعلام، واخويا اسماعيل كان بالجيش العراقي بالاستقبال. يعني استشهد اثناء الحرب العراقيه الايرانيه. ام محمد استشهد اخوك اثناء الحرب العراقيه الايرانيه بس على كيفك. من بعدين سلب ولد، من بعدين تزوج المراه واخذ اولاد من بعدين من ايران، ورأس السنة مع الأخوية إسماعيل كتلوا أخوية محمد بال 87 منو كتله؟ 64 عندي متابعة أريد أشوف منو كتله؟ أم محمد منو كتله؟ 64 بيان سنة أم محمد 87 قبل 87 الله يخليك، سؤال أريد من عندك، أريد أشوف قرار الدستور، الدستور ملون
اريد اشوف ال 64 بيا سنه صارت بالدستور. الو ام محمد تسمعيني انت لو لا؟ ام محمد اخوك اخوك كان قتل بالحرب العراقيه الايرانيه استشهد؟ اخويا كان بالجيش العراقي تمام تمام استشهد بالحرب الهوك اربيل سليمانيه وقلعه دزه، من بعدين وهذا مخطط، من بعدين نقلوني الكوت، الكوت من حرقه وجابوه. منو قتله؟ ام محمد انقطع اتصال مع ام محمد من كربلاء. معنا اتصال ابو علي من بغداد. اهلا بك ابو علي. الله يسعدك. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. السلام على الحسين بن علي وعلى علي بن الحسين عليهم السلام وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين عليهم وعلى السلام وعلى زوار الحسين. يا اخي السيد عمر، نعم. ما هذا تشويش، التشويش على الزياره يا اخي. زياره مليون ليش ضايقين؟ منو ضايق؟ وهذا انتم وهذا القاعد بلندن. لا انت غلطان ابو علي، احنا ما ضايجين، احنا دا نطرح تساؤلات العراقيين. لا تكون طائفي، عيب عليك هذا الكلام، عيب عليك هذا الكلام. نحن نطرح ما يطرحه العراقيون، يتساءلون ليش اجى وزير الداخليه. اسمعني، ليش اجى وزير الداخليه قبل كم يوم؟ اسمه وزير الداخلية، يجي يشرف على الزوار. ليش شبيه وزير الداخلية العراقي؟ ما يقدر ينظم الأمور؟ شبيها هاي القواش والناس ما مقصرة، ليش يجي بهذا الوقت؟ ليش يدزون عمال بلدية؟ ليش العراقيين ما عندهم عمال بلدية ينظفون؟ شو ما مقصرين العراقيين؟ يطبخون، اسمع لي، يطبخون ويوزعون ويضيفون، ليش يجون؟ ليش يجي وزير الداخلية الإيراني يتدخل بهذا الموضوع؟ وين السيادة العراقية؟ حماس سألت عليها؟ إسماعيل قاني رجل عسكري، العراقيين نشروا هذه الصور وتساءلوا. اسمعني، والعراقيين تساءلوا قالوا هذا جاي على مود يشكل الحكومة يومية، جاي فوق راسنا. عيب هذا الكلام، اسمع، لا تزود على عراقيتنا. عيب هذا الكلام، احنا مو طائفين. عيب هذا الكلام، الحسين مو لك، الحسين للعراقيين للمسلمين. عيب هذا الكلام، لا عيب هذا الكلام. احنا دا نطرح تساؤل، ليش هذه الرتب العسكريه وليش هذه الشخصيات دا تدخل بهذا الوقت بالذات قبل تشكيل الحكومه، قبل ذكرى ثوره تشرين؟ يا اخي زياره اربعينيه ماشي اخي، ماشي. يعني راح اسالك سؤال، انت رايح لايران؟ اسالك سؤال، انت رايح زائر الرضا؟ بس اسالك، ما زائر الرضا انت؟ ماشي، اكو عراقيين يروحون يزورون الرضا لو لا؟ جاوبني جاوبني يا اخي، بس جاوبني. ماكو الاف مؤلفه من العراقيين يروحون يزورون الامام الرضا بايران لو ماكو؟ مو الاف مؤلفه شهريا، الاف مؤلفه يروح. هل راح وزير الداخليه العراقي وقال والله انا جاي اشوف احوال الزائرين العراقيين شلون يزورون الامام الرضا؟ هل تدخل بهذا الموضوع؟ هل راح قائد عسكري؟ لا قوي، هاي ما ماكو بالعالم. زين، هاي راح اسالك سؤال. الناس من تروح عمره وحج وتزور النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اعظم من الامام الحسين، جد الحسين عليه السلام، مو يروحون العراقيين وغير العراقيين ومن كل العالم يروحون بتأشيرة وبنظام؟ اسمعني، مو يروحون بتأشيرة وبنظام وفحص؟ يعني من أعظم أخي، من أعظم، الحسين أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور لازم نتحدث عنها. شو وقت ما يصير قصف، إحنا دا ننقل من يصير قصف من أي دولة، تركيا ولا غير تركيا، دا ننقل الحدث. هذا اختراق للسيادة. ليش هذا الكلام عندكم حرام وذاك حلال؟ إحنا ما متجاوزين ولا متكلمين. لا خلص، وصلت.
وصل فكرتك؟ الطائفي غير مرحب به هنا بهذا البرنامج أو بأي برنامج في القناة. إحنا دا نتحدث ما يتحدث به العراقيون، دا يتساءلون عن هذا الموضوع. يقول لك الجماعة ليش شادين حزامين بهذه الفترة؟ أما إذا أنت ضايج وزعلان، أكو أمور ترى ماكو، يعني هاي الفوضى بس بالعراق. اليوم أنت دا تروح إلى العمرة، إلى الحج، دا تزور النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق، أعظم الخلق، تدفع رسوم إن كنت عراقي ولا إيراني ولا باكستاني ولا أمريكي، وعليك ضوابط، لازم جوازك بصلاحية، لازم عندك تأشيرة، لازم عندك فحص طبي، مو هربجي هي جاية، مو هربجي. احنا كنا نتذكر بأنه في موضوع كورونا شلون اللي صار، طالب إيراني نقل كورونا إلى العراق، هو صح سبب. هسه احنا ما رافضين، احنا ما عندنا مشكلة مع الشعوب، ما عندنا مشكلة مع أي شعب كان، المشكلة بسياسات تلك الدولة تجاه بلدنا، هذا اللي نتحدث به. لا أنا أزاود ولا غيري يزاود، العراقيين ما مقصرين عمي، والله ما مقصرين. الفقير يطبخ والزنجيل يطبخ وبيوتهم مفتوحة وينظفون الشباب، كلها ما مقصرة، كوادر طبية بالشوارع، بيوت مفتوحة، خيم ما شاء الله، طبخ من البصرة لما توصل كربلاء وبالعكس من بغداد إلى كربلاء، ما مقصرين الناس. زين أنت تجي تزاود على العراقيين بهذا الأمر؟ ما حد مزاود ولا أحد ناكر هذا الشيء، لكن اليوم أكو تساؤلات. إحنا عندنا أحداث مهمة، البلد قبل كم أسبوع كان على شفا حفرة من 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 القتال، هاي نسيتها؟ نسيتها بيناتهم، هم بيناتهم اللي لازمين هذا البلد، صار لهم من 2003 ولغاية الآن رادوا يشعلون، والوضع ما زال، يعني الله يبعد عن العراق والعراقيين كل سوء ومكروه. احنا دا نتحدث في هذا الأمر، ليش انت اليوم تفتح الحدود بدون ضوابط؟ قال لك ماشي هاي زيارة أربعينية وكذا، وأكو ناس زين، يجي وزير الداخلية يشرف على الزوار الإيراني، وين صايرة هاي؟ وين صايرة؟ هل بموسم حج، بالحج أو بالعمرة إجا وزير داخلية من أي مكان قال لك والله أنا جاي دا أطمن على زواري؟ وين لعد بلدك أنت؟ وين سيادتك؟ وين؟ فالعراقيين اليوم، مو إحنا، العراقيين اليوم دا يسألون ودا يقول لك هذا الجابة قاني يومية جاينة، يومية جاينة. هو قاني مو لأن زيارة أربعينية، هو قبل أسبوع وقبل أسبوعين وقبل شهر وقبل شهرين كان يجي للعراق من أجل تشكيل الحكومة. قضية مو قضية أربعينيين، ليست قضية أربعينيين. الحدود مفتوحة والطيران مفتوح في أي وقت، إن كان بعشر عاشوراء ولا بالأربعينيين. الشخصية التي تأتي بين حين وآخر هذا دا يتردد. اليوم حديث عن تشكيل حكومة، التيار الصدري يرفض تشكيل الحكومة، يطالب بحل البرلمان، صار قتال بالشوارع بالمنطقة الخضراء، راحوا عشرات الشهداء انقتلوا، هاي كلها ما تحكي بيها. هسه يقول لك والله انتم ضايجين، عيب هذا الكلام، استحوا على نفسكم، استحوا، صار لكم 20 سنة، شوي خلي يصير عندكم وعي، اقرا شوي، اقرا، افتح القران، اترك كل الكتب، اقرا بالقران يا اخي، اقرا قران، لا قران تقرون، انا اتكلم مع الطائفين، لا قران تقرون. هاي بس قاعدين لي على تويتر والفيس بعض المسمومين وبعض الطائفين، بس سب ولعن وشتم، هاي شغلتكم فقط. معنا اتصال ابو فهد من بغداد، تفضل ابو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يا الله بخير. يا هلا بيك، حياك. زاد وصول قاني. نعم نعم ابو فهد. السلام عليكم استاذ. اسمعك عيني. وعليكم السلام ورحمه الله. يا الله بخير. يا هلا بيك. زاد وصول قاني. نعم يبدو ان هناك مشكله. يبدو ان هناك مشكله بالاتصال مع ابو فهد. منو عندنا؟ علي من لندن، تفضل علي. علي مرحبا. منو معانا؟ مرحبا علي. عمر. عمر مرحبا، تفضل، اهلا وسهلا بك. إيك. تفضل.
عمر تفضل. هذا البرنامج نعم في قناة محترمة وانت شخص محترم وهذه لو هذا هذا الموضوع بهالبرنامج تلغوه او لان هذا راح يسبب للطرفين المشاكل. شنو رايك بهالاقتراح؟ شنو المشكله اللي احنا طرحناها؟ ممكن توضح لي؟ يعني هي يعني تخلق الطائفيه. لا طائفيه، قاعاني عراقي يعني. بس اسالك سؤال، اسماعيل قاعاني شنو وظيفته؟ هل هو موظف بالدوله العراقيه؟ لا بس جاوبني يا اخي، بس الله يخليك، بس جاوبني. انت لا تاخذني على اسماعيل قهاني ولا قهاني. احنا انا دا اقول هذا بهالوقت يعني نعزل القناه، نعزل القناه حتى وتبقى القنوات اللي تبث سموم وسب ولعن وطعن ذيش حلال. بس احنا من ننقل واقع العراق اللي دا يحدث سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والسرقة اللي دا تصير والقتل والاختطاف هذا عادي. خليه لعد جدا نحكي احنا اخي. انت فهمت الموضوع لو ما فهمت؟ انت ما فهمت الموضوع. انت لو فهم الموضوع ما تحدثت هذا الحديث. اسماعيل قعاني جاي للعراق، العراقيين بس اسمعني يا اخي، العراقيين دا يقول لك هذا ليش كل يومية جاي، هذا يشغل منصب عسكري بالعراق، قائد فيلق القدس وليس قائد فيلق بغداد، تمام؟ يوميا دا يجي حتى يشكل الحكومة ويضغط على الأطراف السياسية. هاي الجبهة على ذيك، هاي الجبهة على ذيك. تفضل. أدري أنا سمعتك. إيه. أنت اسمعني. تفضل. أنا اقتراحي. نعم. ورأيي. نعم. مو هالوقت ومو هالايام احنا اذا كان في عاشوراء او وفاه ابا عبد الله عليه واربعينيه ايه. هذا الموضوع ينفتح مو وقت برنامجك قدم. زين اسالك سؤال. حراميه مو حرام، مو صار قتال بالمنطقه الخضراء وقتلوا عراقيين؟ هذا يصير؟ جاوبني. هذا يفتح برنامج على هذا جاوبني. على الاربعينيه هذا جاوبني، هذا يصير بمحرم قتلوا شباب بالمنطقه الخضراء؟ افتح هذا الموضوع. مو فتحناه يا رجل، هو ده نتحدث في سياق هذا الموضوع، ده نتحدث في سياق هذا الموضوع، ده نتحدث في سياق هذا الموضوع. اذا تصير عصبي انا اذا تصير عصبي انا ثلاث مرات عصبي لازم منك، بس احنا اللي نحكي نتفاهم بهدوء. انا ده افهمك، انت مدى توصل عندك الفكره. أنا قناة دا أنقل الحدث، شو تريدني يعني؟ أبيع بقلاوة لو شو تريد؟ هاي شبيك أنت؟ لا أنت شبيك؟ أنا كل شيء ما أبي، أنا برد أقترح عليك فكرة. فكرة شو الفكرة؟ تقول ألغي، أنت تقول ألغي البرنامج، يعني شلون ألغي البرنامج؟ ما قلت لك، لا ما قلت لك ألغي البرنامج. بعد شو تريد؟ شو أسوي؟ عيد الكلام، عيد البرنامج مالك. لا يطلع قول لي شو اسوي؟ يطلع بالاعاده. اعطيني مقترح، اعطيني مقترح. الغي البرنامج او الغي القناه. شنو المقترح؟ انا اقول لك هاي المقترح شنو؟ قضيه عاشوراء هلا مو وقتها، قضيه الاربعين يا اخي احنا ما تكلمنا على اربعينيه، عيب عليكم هذا الكلام. لا تحرفون، ده نتكلم عن زيارة مسؤول عسكري إيراني ليس بعراقي. ناقشني. خلاص خلاص، أشكرك. يبدو أنه ماكو استيعاب بالموضوع. إحنا ده ننقل، ده نقول أكو قائد عسكري إجا للعراق وهناك حديث عن تشكيل حكومة بعد الأربعينية، ده يضغط باتجاه تشكيل الحكومة، وإحنا بمحرم وقعت دماء في المنطقة الخضراء. هاي ليش ما تحكون عليها؟ ليش ما تستنكروها؟ لو تدون بكيفكم الحكي يصير. شنو هالحكي؟ انت قاعد بلندن، المفروض عندك وعي، المفروض عندك ادراك. انا قناه، انا مو باهوائك ولا اهواء السياسيين والاحزاب، حتى شي فصون احنا نلبس. احنا قناه ما عندنا لا حزب ولا عندنا مسؤول ولا عندنا وزير بالحكومه ولا الحكومات السابقه، حتى نمجد ونخلي العراق وردي. احنا دا ننقل الواقع، غير الواقع مدى نجيب شيء من جيوبنا. خلونا نروح على موضوع اخر، حيث تناول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لانتشار النفايات في شوارع البصره بشكل معيب، متسائلين عن دور البلديه في تنظيف
الشوارع وتهيئتها، فلنتابع. يعني هسه زيارة أوكي آمنا بالله أن الأربعينية وازدحام وزوار تجيني، زين أدري الكوادر مال البلدية مال البصرة وين؟ وين يعني وين؟ هاي بعض الشوارع؟ شوارع البصرة تقريبا نصها أو ثلاثة أرباعها على هاي الوضعية، على هاي الوضعية الكثيفة. زين أنتم شو عليكم بالمشايخ؟ شو عليكم يعني أنتم دائرة بلدية ما لكم علاقة؟ أطلع أستنفر الوضع أشوف هذا شارع بغداد. شنو السالفة؟ نعم. نذهب إلى ملف آخر أو نفس الملف لكن نذهب إلى كربلاء. مقطع مصور آخر يبين تجاوز أحد المواكب الإيرانية على إحدى المدارس وإخراج المقاعد الدراسية من داخل الصفوف ليتم وضع المبردات عليها، حيث وصف عراقيون هذا الأمر بالتجاوز على الممتلكات العامة، فلنتابع. السلام عليكم أستاذ حيدر. شوف عيني بالمبردات حاطين لهم النار. مدرسة الشهيد اللي بالبهادرية ليس وحدة ليس مبردة ليس رسيانة مبردة، هم يطلع واحد يقول لا من مكسرات الرحلات، لا ما أدري إيش، لأن خاف يقول هم ما عليه شيء، هذا خشب أندية بس اللي هو الرطوبة ينفخ. شوف هذا طلعين من خارج المدرسة، بالتزامن مع هذه الصور خرج محافظ كربلاء صيف الخطابي ليبرر ذلك عادا بأن كل من ينتقد هذه الأمور هو معادل للإمام الحسين عليه السلام، وتوعد بمحاسبة من ينشر تلك المقاطع التي تبين تجاوز الزوار الإيرانيين على الأملاك العامة، مضيفا بأنهم ليسقطوا حائطا أو يدمروا حديقة فسوف نقوم ببنائها من جديد. دعونا نتابع تصريح محافظ كربلاء. تجيني شكاوى يوميه من مواطنين يقولون شوف المواكب التاليه من اهل كربلاء او من بغداد او من البصره من غير مكان، اليوم هذه الحديقه الفلانيه فلشوها، اقول لهم فدوى الزوار الحسين سمعوني لو لا، اليوم هذا الرصيف الفلاني مواكب عراقيه دقت كذا وشارت المقرنص والبي الاخر، نقول لهم احنا نصلحها، احنا نصلحها في موضوع هذه المدرسه وغير المدارس، هم الناس اللي يدخلون يسوون ترميم، ليش هاي الضجه الاعلاميه؟ المدرسة أبو المعالي سقطات المجتمع اللي أتحدث عنهم راحوا باتجاه تشويه سمعة الزوار وأهالي كربلاء، هذول ناس من الصبية هسه نشوف من وراهم بالتحقيق، هذا الرصيف الفلاني مواكب عراقية دقت كذا وشارت المقرنص والبي الآخر، نقولهم إحنا نصلحها، إحنا نصلحها في موضوع هذه المدرسة وغير المدارس، هم الناس اللي يدخلون يسوون ترميم، ليش هاي الضجة الإعلامية؟ نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور ومع تصريح محافظ كربلاء. يقول الذهبي مو من حقه، لأن هذا الرصيف والمقرنص أمانة عنده ولازم يحفظ الأمانة، كافي خزعبلات نخرب البلد بحجة الدين، ترى الحسين عليه السلام ما يرضى بهذه الأفعال. رضا علوان يقول منطق متخلف وبدائي من حكومة عميلة ووضيعة، يجب التعامل بالقانون لا بالعواطف، زوار الإمام الحسين يجب أن يحترموا مدينة الحسين. أبو الحسن ترى ما صار لها سنتين من ضربت الزوار ودستوا العلم العراقي برجليكم ومنعتونا من الدخول للصحن الشريف وإحنا ما شالين غير صور أخوتنا الشهداء، فلا تصير خوش واحد براسي وتسوي نفسك تتعامل بحزم ويا المسيئين للزوار. كرار العبود يقول ذول لأن إيرانيين العام موكب عراقي ذبل شاي بالحديقة سويتوها هوسة والملك العام وغرامة وسجن، هذه الحالة حصلت العام الماضي. نعم معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم أهلا وسهلا. هي التجاوزات اللي صارت بهاي الزيارة تجاوزت الأكثر من 1000 تجاوز من قبل منهم من قبل الزوار الإيرانيين اللي الظاهر يعني ما عندهم اعتراف للعراق ولا سيادة العراق ولا كرامة العراق ولا يحترمون حتى القانون العراقي، لأن اللي مسيطرين على القانون أمثال فائق زيدان وغيره ومحافظ النجف ومحافظ البصرة، يعني ذولي كلهم ناس ولائيين وناس صاروا بهيج مناصب بمباركة قاني وقاسم سليماني المقبور وحاليا اللي جاي يدعمهم الإطار بالذات يعني يدعمون الإيرانيين. اليوم من يصير يعني العراقي لما يصور حالة وينشرها ويصير تفاعل عليها وتتناقلها
وسائل الإعلام، منها مثلا تهديم حائط لمدرسة، إخراج مقاعد، ويجيك واحد يقول لك أنت دع تحكي على الزيارة الأربعينية، شنو هذا المستوى من التفكير؟ أستاذ عمر، احنا هاي الميزانية الموجودة في محافظة كربلاء هي من أموال الشعب واستحقاق إلى المواطنين الكربلائيين، يعني من صار الرصيف ومبنى المدرسة والسياج والرحلات كلها من أموال الشعب، فليجي المحافظ او الناس الولائيين اللي جاي يطبلون للمحافظ يقول لك احنا نعيدها، تعيدها في يعني ميزانيه جديده وصرف جديد، يعني هاي اعتبرت خساره وتجاوز، هذا تجاوز على المال العام. المفروض بما ان لازم يحاسب الناس المسيئين واللي جاي يتجاوزون على املاك الدوله، يعني تعتبر هاي ملك الدوله، وين وزير التربيه؟ وين وزير الخارجيه؟ وين الاجهزه الامنيه؟ وين الأجهزة الأمنية؟ ب 2019 شفنا احنا القمع في محافظة النجف وكربلاء وتم قتل المتظاهرين السلميين. احد المتصلين قال انتم المفروض بهذه الأيام ما تنقلون هذه الأخبار. قلت له عشان ننقل؟ المفروض احنا بهيج فترة المفروض ان نشوف شغلات ايجابية، بالعكس نفرح بيها، لكن كل ما موجود المقاطع المتداولة كلها شغلات سلبية، يعني تجاوز على كرامة العراقي وعلى العراق. من نشوف الايراني ما محترم نفسه، وتشوف بعض المنافقين مثل هذا الاخ اللي اتصل، المنافق التبعي الولائي يدافع على ايراني، يدخل يضرب الحدود بس بدون تجاوز ارجوك. نعم نعم، يعني يدخل بدون اختام او يدخل بدون تأشيرة او بدون دفع فيزا او كل شيء، تشوف ناس ولائية جاي تدافع عن التجاوزات اللي صارت من الايرانيين، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر خيانة للوطن. بالعكس احنا مع الزيارة، زيارة محترمة وتحترمون انفسكم، والعراقيين ما مقصرين، وكل العراقيين بالعكس من البصرة للكربلة الناس جاي تستقبل. والمسكين العراقي من يروح علاج الايران يشبع شلاليق وينضرب ويتسلب، هاي ما يحكون بيها يعني ما اعرف اليوم الايراني ما ادري معصوم عند البعض لو شنو، يعني هل هو يختلف عن باقي البشريه؟ لا ما يصير تنتقده، ماكو يعني بعض الشباب العراقي راحهم زياره الى ايران ولابسين شورتات وتم اهانتهم وضربهم، واكو مقاطع متداوله بذيك الفتره اكثر من مقطع. شوف الاهانه اللي يشوفها على العراقيين من قبل الايرانيين، يجون هنا معززين مكرمين المفروض بيهم. بالمناسبه احنا لما تحدثنا قلنا ما قاله العراقيون، تساؤل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، ليش اسماعيل قاني موجود في هذه الأيام؟ أنا أشكرك صباح وأعتذر من عندك لأن ما بقى عندنا بس دقيقتين، خلونا نذهب إلى العاصمة بغداد، ومع انتشار صور ومقاطع منذ أيام لقيام القوات الحكومية بنصب بوابة من الحديد على جسر الجمهورية في بغداد، هدفها قطع الجسر وفتحه حسب رغبة القوات الحكومية، وهو ما عده ناشطون بأن الأمر مقصود للتحضير لذكرى ثورة تشرين الثالثة، وأخرى خوفا من عودة المواجهات مع أنصار التيار الصدري لمنعهم من عبور الجسر باتجاه المنطقة الخضراء. دعونا نتابع. هذه الصور لإنشاء جسر حديدي على جسر الجمهورية في العاصمة بغداد، طبعا وكانت هناك صور كذلك لإنشاء بوابة جسر الجمهورية. اللي يحب يشوفه بوابة جسر الجمهورية. كذلك طبعا تم إنشاء جسر آخر على جسر السنك، وكذلك هي بوابة حديدية كما نشاهد في هذه الصور. السلام عليكم. بعد جسر الجمهورية أتوقع سيعمل على جسر السنك بوابات حديدية كما تشاهدون، تحضيرات الأولية من العدد والشيمانات الحديدية. عليه المرحلة الثانية بعد جسر الجمهورية هو جسر السنك كما تشاهدون المنظر. الجمهور العراقي مع هذه البوابات الحديدية. ماجد يقول هو اللي يجيب شفل ورافعات بالمظاهرات
يعيق باب حديد. أما أحمد فيق فقال هي الحكومة اللي تخلي حاجز بينه وبين شعبها دليل على عدم مصداقيتها تجاه الناس الفقراء. سرحان يقول لعد جقد حكومة مهزوزة ومهزومة ومرعوبة. أما عباس فيقول مهزلة، المفروض تبنون جسر محبة بين الشعب والحكومة، مو تبنون بوابات، هذا دليل على عدم مصداقيتكم يا حكومة لا رشيدة. نعم، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.